صباح الخير. هلا احنا بصراحه استاذ يعني لما نشتغل مع اي حدا الحقيقه يعني بكون التصميم ضمن الشغل الطباعه. فش اي مشكله ان شاء الله بإذن الله بكون موجودة عندك على 9. الله معك. باي. شكرا لك. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء، وهي مقولة هيلين كيلر وأنا بآمن فيها بشكل قطعي، ولكن كتير كنت أسمعها بين الأوساط المحيطة فيي إنه هي بتشتغل شغل رجال. هلا على العكس هذا الشغل أي شغل في الدنيا غير مقتصر على ذكر أو أنثى. مدام أنا قادرة على إني أشتغله فوين المشكلة؟ مدام إن شاء الله موجود الصحة فوين المشكلة إنه أنا أشتغل هذا الشغل وأساعد زوجي ونكون عون لبعض؟ نحن حبينا نفوت في مجال تصنيع السمسمية والحلقوم للحفاظ على الموروث الطعام. الناس كتير بتحسيها غاطسة بين قوسين، يعني غاطسة في عالم منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك إلى آخره، فهم عم ياخذوا معلوماتهم منها. فبتعرفي الكل صار على اطلاع في أنظمة الكيتو أو يقطع السكر أو الصيام المتقطع وإلى آخره. فإحنا من خلال الحقيقة مستشارتنا في التصنيع الغذائي حبينا إنه نعمل أصناف صحية مناسبة لمرضى السكري ومناسبة كمان للي بتبعوا نظام الكيتو. حطينا لمستنا وطورنا كيف التطريز الفلسطيني العادي. هلا احنا في عملية تصنيع السمسمية هي مراحل متعددة، منها اول شيء خلط السمسميه، بعدها انه احنا بنفردها على الفروشه، طبعا ما بنحطها على فرش الخشب مباشره، هاي نقطه كثير مهمه، بنحط نايلون نباتي مدهون في زيت خصوصي، ركزنا كثير على عدد السعرات الحراريه اللي موجوده في الصنف، ركزنا كمان على وزن الصنف، ركزنا على القيمه الغذائيه للصنف، ركزنا كمان على انه يكون صحي ومناسب من ناحيه انه استخدام محلي صحي للناس. طبعا هذا الشيء ما كان في يوم وليله، كان ضمن تعب وجهد وتجارب وغيرها. وبعديها طبعا بيجي الفرد باستخدام الايدين وبعديها باستخدام الشوبك. انا بحكم علاقاتي الكثيره كوني كنت صحفيه، فهذا الاشي سهل وسرع انتشار هذا الصنف بين الناس. زوجي جرافيك ديزاينر، بالحقيقة دوما بحط لمسته من ناحية ألوان، من ناحية خلط مكونات مع بعضها اللي تعطي لوحة فنية. فأحمد حط خبرته في الألوان والتشكيل وأنا حطيت خبرتي الصحفية من ناحية تسويق وعلاقات عامة. إحنا وأمنا الصنف مع الابديت اللي فيه عقلية الناس، الابديت الغذائي في عقلية الناس او الاشخاص اللي بحبوا اصناف السمسمية والحلقوم. هلا لا شك انه صنف الحلقوم كان من اصعب الاصناف ان احنا نواقمه اللي يكون صحي ومناسب للناس اللي بتبعوا الانظمة الغذائية الصحية، ولكن من خلال مجموعة تجارب اخفقنا لا شك، ولكن في النهاية ثبتنا على الجودة، ثبتنا على الطعم. حاليا في عندنا اكثر من 21 صنف حلقوم مختلفين بنكهات مختلفه. هلا ولكن في بعض المراحل انا ما بقدر اني اشتغلها لانه فعلا بكون بدها جهد اكبر، مثل عمليه التقطيع، هي المرحله اللي فعلا انا بكون غير قادره تماما على اني اسيطر عليها بشكل كثير تمام، فمش معقول اني انا اجي اعمل فينيشينج ويكون في مشكله. فعلشان هيك الافضل انه يكون مع احمد. صحفي بيحب يضل فرار يروح ويجي، فهذا الشيء كمان ساعدني في التسويق، اروح اتعاقد مع زبائن جدد او انه كمان اروح لمناطق جغرافيه مختلفه.